حمل رضيعه بشوق، حاول أن يرفعه عاليا كباقي الآباء، ولكن يده المكبلات بإبر المخدرات لم تستطع. بكى بحرقة حتى جاء موعد الجرعة. بدأ بالتكسير بالتخريب، لكنه لا يملك المال لشراء تلك الحبة. ضرب رضيعه بدلا من حضنه. بكى الرضيع، بكت الأم، تشردت العائلة. أين هي حقوقهم؟ من حق غيري؟ من حق غيري أن يعيش حياة خالية من المخدرات، من حقه أن يعيش في بيئة آمنة ومجتمع يحتويه. ها نحن في عام 2017 وما زلنا نسمع عن شيء قاتل يسمى مخدرات. نعم، قاتل ومدمر يضرب بسمومه أجساد شبابنا وأطفالنا. مغناطيس قاتل يجذب الكثير من الشباب إلى عالم الضياع والدمار بسبب التجائهم إلى هذه المواد المخدرة بشتى أنواعها، والتي تجعلهم يسبحون في عالم لا شعور والوساوس والأوهام. اليوم ونحن نعيش ثورة الاتصال والعلم والتطلعات واللحظة بلحظة، يأتي شبح المخدرات ويهدد الحق التي تفرضه الحياة على كل إنسان وكائن حي في أن ينمو بطريقة مثلى وصحية. أين وسائل الرقابة الحكومية في دولنا العربية والإسلامية؟ أم أنها قضية ربح وخسارة وملء الخزائن هي أولى من حياة إنسان؟ برامج التوعية، الندوات والأفلام التي أنفق عليها مئات الملايين، أين صدى صوتها؟ لا أسمع شيئاً. حديثاً، راج لدينا ما يعرف بمادة الجوكر المخدرة، وهي حشيش صناعي. مما تتكون؟ تتكون من عشبة سامة، من عشبة كانت تستخدم لتكاثر الحيوانات، ومن مواد نفطية ومواد كيميائية. والمصيبة، كل المصيبة، أنها توصف كعشبة تساعد على تحسين المزاج أو تنشيط الذاكرة أو كبديل آمن للنيكوتين يخدع بها الشباب عبر وسائل الاتصال الحديث. بطبيعة الحال، فمساحة الخوض في عالم المخدرات لفهمه محدودة جدا ومحاطة بالمحاذير، فهو بالنسبة لمن هو فيه عالم يكاد أن يكون موازيا للعالم الحقيقي. له قانونه وقادته وصراعه الخاص ومصطلحاته وأغانيه، عالم في الظل. هل تعلمون أن نسبة المخدرات في العالم حسب تقرير أصدره البرنامج العالمي لمكافحة المخدرات والجريمة تبلغ 5%؟ أي 250 مليون شخص في العالم بتعاطي المخدرات بشتى أنواعها. ها نحن نفتح أبواب الليل لنرى ما لا نريد أن نرى. نرى أن البداية كانت جميلة، ممتعة، ممزوجة باللذة والنشوة معا، وأن النهاية موشكة حتما بالذهاب إلى ذاك القبر محملا بذنوب تلك اللذة المؤقتة. رحلة تختارها أنت، فإما أن تحسن الخيار وإما أن تسافر في رحلة الضياع.